كان 9 ديسمبر، ومعانا طبعا تقرير من كفر حودة أو منطقة السادات من أمام محطة شبكات كفر حودة. هناك كنا مع الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ في زيارة أو في جولة تفقدية هناك، وقابلنا هناك المهندس محمود أبو زهرة رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالسويس. ودخلنا على كفر حودة، هناك لقينا الناس شغالة شغل على أعلى مستوى، وكان بوجود رئيس حي الأربعين. يعني ياريت السيد المخرج لو معاه تقرير رئيس حي الأربعين وأحد المقاولين هناك، هنسمع هيقولوا إيه ونرجع نعلق عليه. اتفضل أستاذ محمد. كلمني النهارده عن مشروع احلال وتجديد شبكات الصرف الصحي الخط الرئيسي الخادم لمنطقه السادات بكفر حوده. الحمد لله، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. انا بفتخر ان بنفذ مشروع زي كده، بيساهم في حل مشكله من مشكلات المنطقه، وبصراحه مشكله كانت كبيرة يعني بشجلي، لموضوع فحات وموضوع السدد اللي مستمر دايما. فده بصراحة يعني خط جنزير رئيسي بيرمي بصب على المحطة مباشر قطر 400 ملي، علاوة على في حدود 500 متر تاني أقطار 12 بوصة، و500 متر أقطار 10 بوصة، وفي المنطقة اللي منطقة السادات ومساكن السادات إحلال وتجديد شامل للغرف التفتيش، علاوة على المطابق في حدود 50 مطبق اللي هو مسار الخط من أعماق تتراوح حتى 5.5 متر. فالحمد لله يعني بفتخر إني بساهم في حل مشكلة من مشكلات المنطقة. في طفرة كبيرة، السيد الوزير اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس على طول بيصرح لبرنامج الجريء في كل لقاء او في كل تصريح، بيقول في 27 او 26 مشروع على مستوى محافظة السويس، عرب المعمل بنطاق حي عطاقة، فيصل، الجناين، الاربعين، السويس، يعني على مستوى الخمس احياء، وكل رئيس حي بينزل بنفسه بيتابع برجالة الصرف والمتابعة والدنيا كلها. كلمني يعني بصراحة في عهد السيد الوزير المحافظ عبد المجيد صقر السويس اتحطت على الساحة بالنسبة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي، ومش بمنظومة الصرف الصحي بس، في جميع المرافق البنية التحتية بصفة كاملة بصفة عامة، يعني من ناحية صرف صحي، من ناحية مية، من ناحية طرق، من ناحية مسطحات، في جميع المجالات. وده يعني الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى تجريبا، ثم القيادة السياسية برضو بصت للبلد بعين اهتمام، والحمد لله تمام وان شاء الله. حتى لا ننسى دور الشركه القابضه للمياه والشرب والصرف الصحي بقياده القائد المهندس محمود ابو زهره رئيس قطاع الشركه القابضه بالسويس. المفروض المهندس محمود ابو زهره صراحه ياخذ وسام الاستحقاق ان 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 ساهم من ضمن ساهم في موضوع الصرف الصحي والارتقاء به، فالمفروض ياخذ وسام بجانب الوسام الأكبر للسيد الوزير المحافظ. يعني حد كرم نقول السويس قاطرة التنمية؟ بالفعل قاطرة التنمية، واتحطت على خريطة التنمية. السويس قاطرة التنمية واتحطت على خريطة التنمية. طبعا السويس كانت زي ما احنا قلنا بعد الحروب، ومنذ 30 عام ما فيش حد بيبص للصرف الصحي، وكان عندنا طفح المياه والشوارع بتغرق، وطبعا الدولة خصصت 320 مليون جنيه لإنهاء مشاكل الصرف الصحي بالكامل من خلال تغيير الخطوط وصيانة الشبكات وتطوير المحطات اللي لم يتم تأهيلها منذ عام 1942. كنا الأول بناخد مسكنات، ما فيش حاجة كانت بتتعمل، ولا تغيير خطوط ولا اي حاجة في المحافظة كانت بتتعمل. النهاردة السويس بقت على خريطة التنمية
السويس قاطرة التنمية، السويس كل حاجة فيها بقت بتتعمل. سمعنا طبعا حاج كرم عقيل صاحب شركة الكرم، طبعا احد مقاولي الصرف الصحي هناك من امام محطة كفر حودة بالسادات، سمعنا قال ايه. حاجة طبعا محترمة، السويس فيها طفرة كبيرة جدا من احلال وتجديد وتغيير خطوط، ويعني السيد المحافظ الصراحة بيقف على الشغل بنفسه، بيبعت الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ ثم السكرتير العام ثم السكرتير المساعد، وفي الاخر خالص هو بيجي يشوف المشروع ايه اللي تم فيه. السويس بتتغير، السويس في الاحسن. النهارده عندنا اكتر من 27 مشروع بعد تصريحات السيد اللواء عبد المجيد صقر عن الصرف الصحي، عندنا 27 مشروع طبعا بنطاق عرب بنطاق حي عتاقة في عرب المعمل هناك، وطبعا بنطاق حي الجناين في ابو عارف بيتم برضو هناك تغيير الخطوط وشبكات الصرف الصحي، وهناك طبعا تم افتتاح محطة الجبليات بعد الصيانة بتاعتها بحضور السيد المحافظ والمهندسين هناك، وشفنا طبعا محطة الأربعين. طبعا يعني على اخر الشهر ان شاء الله او في بداية شهر واحد هيتم طبعا افتتاح محطة ضرب بنطاق حي السويس هناك، بيتم يعني هناك طفرة كبيرة من الصيانة. انا معايا المهندس محمود ابو زهرة رئيس قطاع الشركة القابضة للمياه الصرف الصحي بمحافظة السويس. مرحب بيك يا باشمهندس. مرحب بيك يا فندم، اهلا بيك. مرحب بيك. احنا كنا بنتكلم عن طبعا السيد المحافظ كان مصرح لنا عن 27 مشروع في محافظة السويس وعن تغيير الخطوط وتغيير الشبكات وتطوير المحطات. طبعا المحطات لم يتم تأهيلها منذ 1942. السويس كانت بتاخد مسكنات، النهاردة يعني في عهد اللواء عبد المجيد صقر السويس بقت في الأحسن. كلمني عن الصرف الصحي هناك عندكم يا باشمهندس. هو حصل تطوير كبير جدا في شبكات ومحطات الصرف الصحي على مستوى محافظة السويس كلها. تمام. وبصراحة كان كلمة السر في أعمال التطوير دي والبنية التحتية للصرف الصحي كانت اللواء عبد المجيد صقر. وفر اعتمادات مالية كبيرة جدا. الموضوع اللي انت كنت بتتكلم، المشروع اللي كنت بتتكلم عليه ده مشروع كفر حودة الخط الرئيسي للجنزير السادات. المنطقة دي كانت من المناطق اللي لحد 3 اشهر فاتت الصرف مغرق شبه المنطقة بالكامل. تمام. دخلنا وعملنا حل جذري نهائي، يعني ان شاء الله بيتعمل مشروع هناك 4 كيلو، خلصنا منه حوالي 70%، وربطنا اجزاء كبيره من الشبكه على المحطه. تمام. وحصل تطوير للمحطه، وكان معالي الوزير في زياره للمنطقه، وبعد ما احنا هنخلص ان شاء الله هتلاقي اناره واسفلت والمنطقه تتغير كامل. لو رجعنا بقى للمحطات، المحطات اللي بتتم عمل احلال وتجديد ليها، يعني مش عاوز اقول لك الشركه القابضه عندنا قالت ده هيكون نموذج يعمم على 26 محافظه. ان شاء الله النهارده بنعمل احلال وتجديد، خلصنا ال 40 وخلصنا محطه الجبليات، وكانت المفاجاه ان احنا خلصنا محطه ضرب القديمه ودخلت ضرب الجديده احلال وتجديد. واقدر اقول لك كده رفعنا الطاقه الاستيعابيه للمحطه من 52,000 متر مكعب يوم، خليناها 75,000 متر مكعب يوم بعد محطه ضرب القديمه تخش الجديده تخش الخدمه. محطه ضرب القديمه دي واقفه خارج الخدمه تماما من سنه 94. النهارده بعد اعمال احلال وتجديد الكهروميكانيكيه والمدنيه، المحطه دي هي اللي شغاله حاليا ناو، وهي اللي شايله ميه الصرف الصحي
في نطاق حي السويس بالكامل. عملنا بدالة، يعني أنا مش عاوز أقول لك كانت محطة الزراير الجديدة، تمام. كانت محطة مسببة مشكلة شبه دائمة نتيجة الانهيارات في المبنى في الأعمال المدنية، ونتيجة إن الطرمبات اتاكلت، تمام. فما كانتش قادرة تشيل المية، وكانت العمال بيخافوا ينزلوا يصلحوا عشان السقف بيقع عليهم، وكانت في خطورة كبيرة جدا. النهاردة عملنا بدالة خلصناها يوم الأربع ودخلت الخدمة، وهتخش أعمال إحلال وتجديد شامل من A to Z، أعمال ميكانيكا وكهرباء ومدني. بعديها ننتقل على محطة الحرفيين. أنت إن شاء الله يتم افتتاح محطة زرب القديمة وزرب الجديدة على نص يناير. وبعدين أنا عايز أقول بصراحة، إحنا كل سنة وأنتم طيبين، إحنا خلاص أهو بنخلص سنة 2020 وكانت الناس متشائمة منها، بس أنا بقول سنة 2020 كانت سنة السعادة والخير على محافظة السويس في تغيير البنية التحتية. إحنا معالي الوزير محافظة بيعمل محافظة من أول وجديد، لما تلاقي شبكات منهارة بقالها أكتر من 30 سنة مع زيادة السكان وما حصلش فيها أي تغيير ومحدش كان بيبص لها نهائي، اتغيرت وشغالة بكفاءة 90%. أنت عندك النهاردة مشاريع شغالة في المنطقة الصناعية، مشاريع شغالة في كفر حودة، في السويس، في عرب المعمل، في الأربعين. السويس كلها بتتغير، السويس كلها بتتغير. يعني هو كم مشروع في كفر حودة هناك في الصفصف؟ والخير قادم إن شاء الله. يا باشمهندس كم مشروع في كفر حودة؟ ألو؟ باشمهندس معايا؟ أيوة فندم معاك. كم مشروع في كفر حودة هناك؟ نعم يا فندم. كم مشروع في كفر حودة؟ في كفر حودة مشروعين شغالين. تمام. مشروع منطقة كفر حودة نفسها ومشروع جنزير السادات. تمام. مشروع جنزير السادات ده لخدمة منطقة مساكن مستقبل حودة ومساكن السادات وشارع وشارع حافظة. المنطقة التانية واخدها مقاول اسمه خلف عقبة، تمام، بطول 2 كيلو 600، هتخدم منطقة جسر الترعة وهتخدم منطقة كفر حودة بالكامل. طيب في مشاريع في نطاق حي السويس؟ عشان احنا اتكلمنا على عرب المعمل. في مشروع في حي السويس حاليا بيتم برضه في منطقة الخليلية، دون لحل منطقة مشكلة سوق الأنصاري، وكلكم عارفين مشكلة سوق الأنصاري ومنطقة النبي موسى ومنطقة أحمد ماهر. طيب حي الجناين وفي حي عتيقة عملنا الخط الرئيسي لمنطقة الزهور وربطناه على الخط الـ2000، تمام، وده دخل الخدمة خلصناه وربطنا عليه مدخل المحطة. مشروع لو حضرتك تشوفه، لو دلوقتي كهرباء قطعت عن محطة عرب المعمل بالكامل مش هيحصل أي غرق، والمية ماشية أو رايحة على الخط الـ2000 هتمشي بالانحدار. وفي مشروع شغال كبير جدا برضو في المنطقة الصناعية، تمام، يعني تمام. المنطقة أشكرك. الصناعية بقى لها 40 سنة ما اتغيرتش. أشكرك يا باشمهندس، شرفت. أشكرك أشكرك. طبعا سمعنا المهندس محمود أبو زهرة حكى كل حاجة في محافظة السويس عن الصرف الصحي، قال في كفر حودة هناك مشروعين، وقال في نطاق حي السويس عند مدرسة الخليلية، وقال في أبو عارف، وقال في عتاقة، وقال في الجناين. يعني السويس في المقدمة، وإن شاء الله يتم الانتهاء من مشكلة وإنهاء الصرف الصحي نهائي. طبعا هناك عندنا في السويس زي ما قال السيد المحافظ، قال مش هيبقى فيه رملاية صفرة هناك، مش هيبقى فيه رملة صفرة، يعني السويس كلها قوم بأمر الله خضرة. احنا نازلين من الكوبري اللي هو اتجاه التوفيقية او الموقف الجديد
شايفين فعلا هناك بلاط الانترلوك، وشفنا انهاء الاعمال هناك من طبعا مداخل ومخارج وطرق الخدمه، ويعني الميدان الجديد اللي اتعمل هناك، والخضره والورد اللي هناك، والاناره وبلاط الانترلوك، حاجه محترمه جدا. في طفره كبيره برضو من يعني الخضره هناك. انا معايا على الهاتف الأستاذ عادل خشانة، رئيس جهاز الحدائق والتجميل بالمحافظة. مرحب بيك يا أستاذ عادل. مرحب بيك يا أستاذ هاني، وأهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ عادل، شفنا السويس في طفرة كبيرة تحت توجيهات وتعليمات السيد محافظ السويس. الراجل صرح وقال مش هيبقى فيه رملاية صفرة هناك، وشفنا السويس بتتفنن بالورود وبالمداخل وبالنوافير وبالزرع. كلمني عن خطة المحافظة اتجاه محافظة السويس بالزرع والخضرة هناك. استاذ هاني، زي ما حضرتك عارف حسب توجيهات السيد المحافظ وحضرتك قلت، احنا ما عندناش ان شاء الله مش هنلاقي رملايه صفراء في مداخل السويس. تمام. وحضرتك يمكن شفت من ناحيه الاستقامه وطريق البترول بقى كله اخضر لعند فكر زاهر، وحاليا من ناحيه السلام لاخر السلام اخضر، حاليا شغالين في جانب عتاقه. تمام. الحمد لله انتهينا من زرع النجيله اول امبارح، وانتهينا شبه مؤكد من الجزء المدني وتركيب الانترلوك. بعد كده ان شاء الله هنبدا من تحت الكوبري الى مدخل مصر ايران. نعم. الحاجه دي طبعا بنبذل جهد كبير فيها عشان نحافظ عليها زي ما قال سياده المحافظ. ان شاء الله ما فيش زرعه هتنشف، لكن بالافضل هتبقى خضره زي النعناع دايما ان شاء الله. واحنا بنبذل كافه الجهد لتنفيذ تعليمات سياده المحافظ في هذا الشان. يعني السويس في المقدمه ان شاء الله يا استاذ عادل. يا فندم، السويس في المقدمه وللاحسن وللافضل. اشكرك، شرفت. اشكرك. سمعنا يعني الأستاذ عادل خشانة، رئيس جهاز الحدائق والتجميل بمحافظة السويس، قال إيه عن المحافظة. قال مفيش عود إن شاء الله زي ما قال السيد المحافظ، هناك هينشف، والسويس إن شاء الله في المقدمة وفي الأحسن. أنا بجيب بلدي عشان أنا بحبها، محافظة السويس اللي عانت أثناء الحروب. محافظة السويس بلد الصمود، بلد الأبطال، بلد الرجالة، بلد المصانع، بلد الخمس مواني. ياريت المواطنين اللي عايشين في المحافظة، لو غريب بيشتغل هناك أو أبناء البلد، نحافظ على جمال الخضرة، نحافظ على بلدنا، نحافظ على جمال الميادين. بلاش اللي احنا نروح الحدائق أو الجناين هناك ناكل ونرمي فضلات الأكل ولا نرمي الكنزات، نحافظ على المحافظة. أنا معايا طبعا على الهاتف راعي الغلابة صاحب شركات الرضوان بمحافظة السويس، وهو الحاج إسماعيل رضوان. مرحب بيك يا حاج إسماعيل. مرحب بيك يا زاني. حاج إسماعيل، كنا بنتكلم طبعا عن اليوم العالمي بمكافحة الفساد، وعرضنا تقارير عن الصرف الصحي وجمال محافظة السويس. كلمني بقى عن المحافظة في خلال عامين وربع السيد اللواء عبد المجيد صقر طبعا مسك المحافظة، عمل طفرة كبيرة. كلمنا عن محافظة السويس. والله يا أستاذ هاني، بالنسبة لسيادة المحافظ اللي عمله في بلدنا في خلال الفترة الصغيرة اللي هو استلم فيها السويس، والله ما اتعمل من أحسن من 40 سنة، مش من 20 سنة. وصراحة طفرة شايفينها في الصرف الصحي وفي الزراعة وفي البنية التحتية بجميع الحرف بتاعتها، صراحة حاجة ما شفناهاش في حياتنا. والسويس صراحة بقت حاجة يعني تشرف أي حد بوجود السيد عبد المجيد صقر والطاقم ومرافق له من المساعدين، ناس ما بتنامش ولا ليل ولا نهار، وصراحة يعني اللي بيعملوه محدش عمله من 40 سنة. يعني السويس في الأحسن يا حاج إسماعيل. طبعا في الأحسن وفي الأحسن وفي الأحسن. احنا شايفين طبعا طرق ورصف، وشايفين جناين، وشايفين مداخل، وشايفين السويس بتتفنن بالنوافير وبالإنارة وبالزرع
وبالبنية التحتية، يعني طفرة كبيرة حصلة في المحافظة. والله يا أستاذ هاني اللي بيتعمل في السويس صراحة خيال، احنا ما شفناهوش في حياتنا. احنا امامنا على الشاشة طبعا السيد المحافظ دخل الحرفيين عند اسم فيصل، رصف الشوارع هناك، وطبعا تطوير شارع الجيش من رصف الإنارة لدهان الأرصفة لتركيب بلاط أنطرلق. طبعا امامنا على الشاشة كده يعني الفيديوهات تتحدث عن نفسها. والله أستاذ هاني احنا اول مرة نشوف محافظ بيشتغل في العشوائيات من الداخل، والله في حياتنا ما شفنا محافظ الدخل اشتغل في العشوائيات نهائي من داخل الكفورة، اول مرة محافظ يعمل كده في حياته. اشكرك يا حاج اسماعيل وشرفت ونورت، اشكرك. طبعا يعني احنا شايفين السويس اهي بتتغير، شايفين السويس في الاحسن، وان شاء الله اللي جاي احسن واحسن لمصلحة البلد، وياريت كلنا نساعد السادة التنفيذيين وعلى رأسهم السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اللي هو غير السويس وفعلا هو عاشق للسويس. وبكده هنكون انتهينا من حلقة اليوم، وخليكم معنا في حلقة أخرى. وآخر كلامي الله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.